عام 2023 كان أحد أفضل الأعوام، أو على الأقل أفضل أعوام الجيل التاسع من ناحية إصدارات الألعاب منذ فترة طويلة، والصراع كان قويا بين كل الألعاب بكافة أنواعها. ولرغم أن عام 2024 لا يمتلك نفس كمية الألعاب الضخمة حتى الآن، على الأقل توجد العديد من العناوين الجديدة والعائدة التي ينتظرها اللاعبين على أحر من الجمر. إليكم 10 من أكثر الألعاب المنتظرة لعام 2024. الجزء الثاني من اللعبة السينمائية هيلبليد ستشهد صدورا في وقت ما هذا العام، وهي تعد واحدة من أهم الألعاب لدى استديوهات إكس بوكس. لعبة هيلبليد 2 تعد بأن تكون أضخم وأقوى في كل النواحي، بينما تكمل رحلة سنوا في أيسلندا خلال القرن التاسع، حيث تشهد مغامرة الفايكنج والفانتازيا، وهي تصارع للبقاء على قيد الحياة مع الأصوات داخل عقلها، ومع المخاطر والعمالقة التي ستجد نفسها أمامهم خلال رحلتها. اللعبة مبنية على محرك أنريل إنجن 5 بالكامل، ومما تم استعراضه فتلك ستكون واحدة من أكثر الألعاب سينمائية بتفاصيل خلابة تجعلها أكثر تجربة قريبة من الواقع. لكنها ستقدم سينواز ساغا هيلبليد 2 نقلة نوعية في أسلوب اللعب، وحده الوقت هو من سيقرر. ستالكر 2 هارت أوف شيرنوبل هي واحدة من أكثر الألعاب رعب البقاء انتظارا، فبعد 14 عاما عن آخر إصداره ستالكر 2 هارت أوف شيرنوبل تأخذ السلسلة لأبعاد جديدة تماما، والفريق يهدف إلى أن يقدم أفضل تجربة رعب بقاء من منظور الشخص الأول في منطقة شيرنوبل المليئة بالمخاطر. قصة اللعبة تتبع أحداث ستالكرز الذين دخلوا المنطقة لينهبوا الموارد ومختلف الأشياء الخارقة للطبيعة، بقصة تحتوي على 4 نهايات مختلفة تماما بناء على خيارات اللاعب على مدار القصة والمهام الجانبية. في ستالكر 2 يتولى اللاعب دور المطارد الوحيد استكشاف عالما مفتوحا واقعيا وسلسا في منطقة مشعة، مجموعة متنوعة من البيئات التي تكشف عن أجواء ما بعد نهاية العالم من زوايا مختلفة. سيواجه اللاعب مختلف الفصائل والزمرات، ويجب تحديد من منهم يستحق الثقة ومن يستحق رصاصة. هذا من غير الحديث عن مواجهة مختلف المخلوقات المرعبة بسلوكيات متنوعة أقل قابلية للتنبؤ. من الصعب تصديق أن بلاك ميث ووكونغ حصلت أخيرا على موعد إصدار هذا العام، فهي واحدة من الألعاب من الاستديوهات الصينية التي عادة ما تستعرض أفضل استعراضات، إنما ألعابها لا تصدر. بلاك ميث ووكونغ بقصة مبنية على رحلة إلى الغرب، وهي إحدى الروايات الكلاسيكية الأربعة الكبرى في الأدب الصيني، وحيث ينطلق اللاعب من المغامرة في التحديات والعجائب المقبلة لكشف الحقيقة الغامضة تحت حجاب أسطورة مجيدة من الماضي. أسلوب اللعب حاله كحال أي لعبة سولز من فروم سوفتوير مثلا، لكن اللعبة تقدم العديد من الأفكار الجديدة والإبداعية في المواجهات من مختلف الأسلحة اليدوية والقدرات السحرية وتعويذات الأساطير الصينية، مع مواجهات عملاقة ضد وحوش وأعداء ضخمة ستجعل منها تجربة فريدة من نوعها. محرك أنريل إنجن 5 سيكون في رعاية كل ألعاب 2024 تقريبا، فتلك اللعبة هي الأخرى تستغل قدرات المحرك بأفضل شكل ممكن وتقدم تجربة بصرية إبداعية تجعلها من أروع ألعاب الجيل الجديد حتى الآن. الشيء المتبقي، هل ستصدر بلاك ميث ووكونغ هذا العام حقا أم لا؟ بالرغم أن تاريخ الإصدار غير مؤكد نوعيا وأنه لم يتم استعراض سوى عرض الكشف عنها، تعد الإصدار الثانية من لعبة هيديس واحدة من أكثر الألعاب المرتقبة من قبل اللاعبين. النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول من هيديس جعل منها واحدة من أفضل الألعاب من نوع روغ لايك في السنوات الأخيرة. الأميرة الخالدة للعالم السفلي ميلينوي هي البطلة في طريقها لاستكشاف عالما أسطوريا أكبر وأعمق، في قصة شاملة تنكشف باستمرار من خلال التقدم في اللعبة، يصحبها أصحاب المواجهات والتحديات من مختلف الوحوش والزعماء، وهنا تكمن المتعة. الموسيقى أيضا من الأمور التي تبرع بها الاستوديو، والأمر لن يكون مختلفا مع هذه الإصدارة. بالرغم أن النسخ المعاد صنعها من Resident Evil 4 و Dead Space كان من الأفضل في العام 2023، إلا أن هذا الريميك يعد من الأكثر انتظارا لكل محبي ألعاب رعب البقاء بعد غياب سلسلة Silent Hill عن الأنظار لسنوات طويلة، فقد تشهد عودة خلال عام 2024 بإعادة صنع للجزء الثاني والذي يعتبره المعظم أنه الأفضل في السلسلة بأكملها. اللعبة من تطوير فريق Bloober Team الذي يعمل على سلسلة Layers of Fear وألعاب كذا ميديم، وبينما لم يشارك الفريق بأي معلومات حول اللعبة منذ الكشف الأول عنها، وقد أكدوا أكثر من مرة أن الأمر بين يدي شركة كونامي. الكثير من اللاعبين قلقين من فريق Bloober Team، والكثير يرون أن الفريق يركز على الكم أكثر من الجودة، لكن الفريق وعد في العديد من المناسبات أنهم سيقومون بعمل ريميك يعشقه اللاعبين ويحسن على التجربة الأصلية بأسلوب لعب من منظور الشخص الثالث تماما كResident Evil.
بعد 11 عاما من الانتظار، ملحمة الفانتازيا من كابكوم تستمر بالجزء الثاني من دراغونز دوغما، والتي كانت تعد واحدة من ألعاب تعاقب الأدوار المظلومة، وهي لعبة تعاقب أدوار قصصية تعتمد على اختيارات وأسلوب لعب اللاعب نفسه، بدءا من تصميم الشخصية ومظهرها وكيفية التعامل مع مختلف المواقف وإدارة فريق الجنود خاصته في عالم خيالي وضخم يدفع لاستكشاف كل أركانه. خلال تلك المغامرة ينضم البيادق وهم كائنات غامضة من عالم آخر في مغامرة فريدة من نوعها، في حين أنه يمكن اختيار البيادق المناسبة حسب مختلف المواقف والمواجهات في اللعبة كما كان الحال في الجزء الأول. لكن كابكوم تعد بأن تقدم مستوى متطور بشكل غير مسبوق من الذكاء الاصطناعي. هناك عدد متنوع من الأسلحة والقدرات وفئات اللعب، بما يكفي لتجربة لعبة تقمص أدوار مذهلة مع تمتع اللعبة برسومات خلابة، حيث أنها مبنية على محرك كابكوم الأعظم RE Engine. كل هذا وأكثر في قصة مثيرة للاهتمام مرتبطة بالولاء، الغدر والموت. Grand Blue Fantasy Relink كانت لعبة مرتقبة تم التشويق عنها منذ 8 سنوات. تقع قصتها في عالم سماوي ضخم مقسم إلى جزر عملاقة. تحرس الجزر مخلوقات قوية تعرف باسم الوحوش البدائية، وتحمل الرياح حكايات عن منظمة سرية تعرف باسم كنيسة آفيا. وهنا يأتي دور اللاعب في كشف النقاب عن شبكات من المؤامرات والانخراط في معارك لتحديد مصير العالم السماوي. كلعبة تعاقب أدوار، فيمكن اختيار بين شخصيات وفئات مختلفة بما يتناسب مع أسلوب اللعب، كما تتضمن اللعب التعاوني مع 3 لاعبين آخرين، والعمل الجماعي يجعل الحلم يتحقق مع آليات اللعب للمساعدة على سحق الأعداء بطريقة مذهلة. كل عدو له نقطة ضعف وقوة، وتركيب الهجمات المختلفة سيكون هو الهدف لتحقيق النصر. الأشياء المميزة في لعبة Grand Blue Relink هي أنها موجهة لكل اللاعبين من كل الفئات المهارية. عام جديد يشهد استوديو تيم نينجا لتقديم لعبة حصرية جديدة لمكتبة بلاي ستيشن، وفيها ينطلق اللاعب في رحلة ملحمية عبر اليابان في القرن 19. تقع أحداث اللعبة في اليابان في العام 1863 بعد 3 قرون من الحكم القمعي لحكومة توكوغاوا شوغون. نزلت السفن السوداء للغرب على حدود البلاد، وسقطت البلاد في حالة من الاضطراب وسط فوضى الحرب والمرض والاضطرابات السياسية. يشق محارب مجهول طريقه الخاص ويحمل مصير اليابان بين يديه. تنكشف القصة بطرق مختلفة اعتماد على اختيارات اللاعب والشخصيات التي يتم التحالف معها على طول الطريق، مع وجود الكثير من الخيارات الحاسمة مثل اختيار الشخصيات الأساسية أو حمايتها وتشكيل مسار التاريخ. هذه اللعبة تقع خلال فترة باكوماتسو، والتي تبشر بنهاية حكم الشوغن مع بدء عصر جديد واصطدام قوى الشرق والغرب في عالم مفتوح مشوق للاستكشاف. الجزء الثامن الرئيسي من سلسلة القتال اليابانية العريقة تكن تستفتح العام الجديد في الشهر الأول بعد قرابة 7 سنوات عن سابقتها، وبانداي نامكو تعد بتقديم طفرة تقنية تجعلها لعبة مختلفة تماما عن الأجزاء السابقة. من ناحية الرسومية فاللعبة مبنية على محرك Unreal Engine 5، وتستهدف تقديم أداء عالي ورسومات خلابة واقعية لتقدم نقلة جديدة على السلسلة. أما من ناحية أسلوب اللعب فالهدف هنا هو خلق تجربة تستقطب اللاعبين الجدد وتعلمهم مهارات اللعبة ببساطة وسهولة، لكنها في نفس الوقت تحتوي على نفس اسلوب اللعب القديم العنيف، استنادا على حقيقة ان تكن منذ لازل تعد لعبة صعبة الاتقان. حتى على صعيد المحتوى فاللعبة تعد بتقديم محتوى ضخم للغاية، ربما اضخم من منافسيها، علاوة على نظم عدد يصل الى 32 شخصية فور الاصدار. تواصل تكنيت الملحمة المأساوية لسلالتي مشيما وكازما وصراعات ضغينة الاب والابن التي تهز العالم. تركز القصة هذه المرة على شخصية جين كازما بشكل رئيسي، وتمثل قصة نموه فصلا جديدا في الملحمة الخالدة التي بدأت منذ سنوات طويلة. جديرا بذكر أن قصة تيكن 8 ستكون الأولى من السلسلة بدون المحور الأساسي بالملحمة هيهاتشي ميشيما. Final Fantasy 7 Remake كانت لعبة أشبه بالحلم. Rebirth هي اللعبة المتممة والتي قررت شركة Square Enix نشرها على 3 أجزاء متفرقة. التغيرات التي طرأت على اللعبة المعاد صنعها كانت جذرية، وجعلت منها لعبة متجددة بميكانيكيات لعب تفاعلية مع المحافظة على عناصر تعاقب الأدوار نفسها. وهنا في الجزء الثاني سيتم التعمق أكثر في أسلوب اللعب بالعديد من العناصر والميكانيكيات مع تكملة القصة، والتي تبلغ ذروتها في رحلة المجموعة إلى العاصمة المنسية من لعبة Final Fantasy 7 الأصلية.
يتم تحكم المرتزقة كلاود سترايف وعدد من الشخصيات تتألف بشكل أساسي من مجموعة أفالانش الإرهابية الذين يتحدون معا للشروع في رحلة عبر الكوكب لمنع شركة شينرال العملاقة من استغلال جوهر حياتها ولهزيمة جندي النخبة السابق سيفروث السابع قبل أن يصبح واحدا من الكوكب لتحقيق قوة أعظم ويعم الدمار. في هذه الأحداث كل شيء سيكون مصيريا. هذه كانت قائمة لعشرة من أكثر الألعاب المنتظرة لعام 2024. إذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. أشكركم على المتابعة وحتى ذلك الحين أسألكم الله والسلام عليكم.